بعد الأربعين أشرف وأنقى وأطيب حب، لأن الرجل لا تدفعه شهوة، ما بكون مثل الشباب إنه بس شهوة، الرجل يدفعه القلب فيكون حبه من القلب صادر. فأشرف حب وأنقى حب وأجمل حب هو ما بعد الأربعين. علمتم؟ أما حب العشرين هذا لو مرت معزة بحبها، لو مرت دجاجة هبلة بحبها، هذا لو يمشي في السوق بحب 17 واحدة وبس يمشي، ولو يشتغل في محل بحب كل الزبائن زبونات المحل، لأنه يدفع الشهوة يعني بيصبح. أما حب الثلاثين بكون حب الغرور، إنه تحبيني ما تحبيني ما تحبين الله عنك لا تحبيني، حب في غرور، حب في غرور. حب التيك توك ينتهي بالطلاق، لكن حب الأربعين حب النضوج، حب